ازاي ده حصل؟ ايش 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 عم شاكر؟ عمي مين بقى ده؟ انت اللي عم وستين عم، ده زي ما يكون اتعمل عشانك بالظبط. انا اسفه والله، انا كنت بجربه بس مش اكتر. لا لا لا، اسفه على ايه؟ المحل كله بتاعك وتحت رجليكي، بس انت اللي مش عايزه تفهمي. انا هغيره حالا. لا 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 لا، تغيري ليه؟ الفستان حلو عليكي وعاجبني على فكره، خديه واعتبريه مني ليكي هديه، ومش هخصم ثمنه من مرتبك. لا معلش، انا ما اتعودتش اخد هدايا من حد. ما انا عارف، انا عارف. ذمتك عينك هتطلع على الفستان ولا لا؟ على فكره يا سوق، ده وان بيس وانا جايبه مخصوص عشانك. لا شكرا، عن اذنك. في ايه الهبل ده؟ ما يصحش كده. كان نفسي تفضلي لابسه شويه بصراحه. في ايه؟ عمي يا حيوان، انا ما صدقت ان احنا بقينا لوحدنا. ما حدش، ايه الهبل ده؟ اوعى. على فكره ما حدش في الدنيا، ما حدش في الدنيا هيقدر يساعدك قدي على فكره. ولا مية من ساعة عينة عيسى بتاعك ده. كمية الحرس اللي جوه الشركة وبراها دي في ايه؟ زيادة أمان يا شريف، زيادة أمان. أيوة بس ده ما حصلش لما مخازن نعيم اتحرقت. أنت قصدك إيه؟ قصدك إن أنا اللي حرقت مخازنه ولا حاجة؟ ياسر أنا عارف دماغك كويس، أنت حبيت ترد له ضربة الشيكات. إيه يا شريف؟ إذا كان هو نفسه ما اتهمنيش. هو ده اللي مخوفك أكتر. ما اتهمكش بحاجة معناها إن هو ناوي ياخد حقه بإيده. تقوم تروح تجيب كل الحرس دول عشان يحموك منه؟ هو انت رجعت الشركه تاني عشان تحقق معايا مثلا؟ انا رجعت الشركه عشان انت كلمتني في التليفون وقلت لي انك محتاجني في الشغل، وواجبي ان انا انصحك. مشكلتك مع نعيم مش هتتحل بالشكل ده. امال تتحل ازاي بقى يا استاذ يا عبقري؟ تتحل بقعده عرب بينكم انتوا الاثنين، وعندي اللي يحكم بينكم. بجد والله؟ انت بتضحك. عاوز اللي اخده منه باليمين ارجعه له بالشمال؟ هو هيسدد لك قيمة الشيكات اللي عليه بالقسط، وانت تعوضه عن حريق المخازن. لا لا لا، انت غريب يا شريف، غريب. ياسر ما تنساش، انت اللي استعجلت وشعللتها. انا ما استعجلتش يا شريف، ومش ندمان، ونعيم ما يقدرش يعمل معايا اي حاجة، انت فاهم؟ اتفضل بقى. عن اذنك. ليه حاولت تقتل شاكر عرنوس؟
أنا ما حاولتش أقتل حد. يا باشا عيسى مش قاتل، هو كان بيدافع عني لما شاكر اتحرش بيا، حتى ساروه مش هيقدر ينكر. عايز أشوفه بيتهجم على خطيبتي واقف أتفرج عليه. ما حد شافه وهو بيتهجم على خطيبتك، وبعدين وجوده معاها في المحل ده شيء طبيعي لأنها شغالة معاه. طبيعي إزاي يا باشا؟ ده قافل عليا بالمفتاح. حتى دي ما حدش شافها. الناس ما شافوش غير خطيبك السبع ده وهو نازل ضرب فيه. صاحب المحل اللي جنبه هو اللي بلغنا، وهو اللي ادانا عنوانك، وهو اللي قال ان انتوا ساكنين مع بعض. يعني هو طلع في الاخر بريء وانا اللي مجرم. وهتشرفنا النهارده في الاسم لغايه ما تتعرض بكره على النيابه. لا والنيابه؟ لا يا باشا ابوس ايدك، ده مش وش نيابه، وبعدين كده هتبقى قضيه. هي لسه هتبقى؟ ما هي قضيه اصلا. يا استاذ محمد. تمام يا باشا، خدوا على التخشيبه يلا. لا يا باشا والله العظيم كان بيدافع. يلا خدوا على التخشيبه. عيسى عيسى روحي انت. لا مش هروح طبعا، واسيبك لوحدك، انا السبب في كل ده. يا ريتني سمعت كلامك وما اشتغلتش عنده. قلت لك روحي انت بدل ما تعيط عليه. شوفي له محامي كويس يلحقوا الصبح ويروح معاه النيابه. لا والله عيسى ما تقلقش. حضرتك عرفت ازاي ان انا هنا؟ والدك اتصل بيا وحكى لي اللي حصل، وانا رحت المستشفى وجبت استاذ شاكر عشان يتنزل عن المحضر وتتصالحوا. انا اتنزل عن المحضر عشان خاطر عينك انت بس يا عمر، انما الفتوه بقى هتمضي على نفسك اقرار وعدم التعرض. وهو كان بيكمل التمثيليه بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي املاها بالطريقه اللي تعجبني. نصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. ازيك؟ الحمد لله. جيتيش الشغل النهارده يعني؟ مش قادره تعبانه. عموما ما كانش فيه شغل كتير قوي النهارده، يوم عادي. ايه رايك ننزل نتعشى سوا؟ مش قادر. طب ايه رايك اطلب اوردر ونتعشى هنا؟ ان شاء الله حتى اجيب لك الاكل لغايه هنا على السرير. قلت ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بقالي شهر كل ما اقرب منك تبعدي. داليا ما تنسيش ان انا جوزك. طمن، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش هقدر أنساها. كنت حاسه اني هشوفك تاني. انا جيت النهارده علشان اشكرك. على ايه؟ لولاكي كان زماني مرمي في السجن دلوقتي. انا عملت كده علشاني انا، مش علشانك انت. انا اديت شاكر فلوس علشان يتنازل عن المحضر. بصراحه يا عيسى ما كنتش هستحمل انك تتسجن. شاكر على مشاعري كبيرة. ولو اني يعني عارفة ان انت متورط فيها بسبب خطيبتك، بس مش مهم، انت تهمني. يا ريت اقدر اعمل اي حاجة ردلك بيها الجميل ده. تقدر طبعا. طب قولي لي ايه هي وانا اعملها فورا. الوظيفة اللي عرضتها عليك لسه مستنياك، ما قدرتش اجيب حد مكانك. ايوه بس مفيش بس، انت مش قلت انك جاي تشكرني؟ يبقى خلاص، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تشكرني بيها. انا محتاجه لك قوي يا عيسى. في الشغل عندي حاجات كتير قوي في الشركه، ومحتاجه لحد زيك يعني في كفاءتك وامانتك. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، فكر كويس، ويا ريت تقول لخطيبتك ان هي ما تقفش قدام مستقبلك. هحاول. هستناك من دلوقتي. بعد اذنك.
باي باي. جوازنا يا حبيبتي منصور. انا بتكسف تصدقي وتامني بالله. لا اله الا الله. انا لو ما كنتش اعرف ان ده جواز مريم كنت قلت ان انت العروسه. يا عم منصور مش وقته الكلام ده، المأذون واقف على السلم. ما تخليه يستنى يا اخي، الدنيا طارت. كنا جمدنا قلبنا واتجوزنا معاهم وخدنا المأذون بسعر الجمله. يا منصور ما قلت لك بتكسف بقى. وبعدين معاك المأذون واقف بقاله كتير. اوه خش يا سيدي انت والمأذون بتاعك. ده انا معطله عن جوازتين غيرنا. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا ماما الدوشه دي؟ في ايه؟ مبروك يا مريم، المأذون اهو. اه عادي يعني، لو ما كانش جه كنا هنجيب حد تاني. ما العريس فين؟ هو مش هنا؟ اصل انا هو ايه بتقولي؟ اوعى تكوني شربتيه حاجه نيمته عشان ما اكتبش الكتاب. لا لا مش للدرجه دي، انا بس بعته مشوار شغل كده. شغل؟ شغل يوم كاتب كتابه؟ ايوه انا بعته يصور لي خناقه زوجيه تاني. لا يا ماما لا، بس بقول لك ايه، الخناقه المره دي غير اي خناقه. تلات عيلات عمالين يتخانقوا مع بعض ومولعين في بعض بقالهم ساعتين، والخناقه ايه؟ هو انت متخلفه يا بنتي؟ حبك تبهدلي الراجل يوم كاتب كتابه؟ وانا هعمل له ايه يعني؟ هو حد قال له اتجوز يوم الخميس؟ ما هو يوم الخميس ده معروف ان هو يوم الجوازات والخناقات. يعني هي خناقه الليله دي بين اتنين عرسان زيكم كده؟ اه شفتي؟ عم منصور فهمها وهي طايره. والله حرام عليك اللي بتعملي فيه ده. انت تسكت خالص عشان انت السبب ان انا اتجوز دلوقتي. هربت منه. هربت من مين؟ اهل العروسه، منتخب ناشئين بتاع جمهوريه شبين كره القدم، لابسين جزم يا اسطى رزات من اللي بتوجع دي. اه عارفها دي. خناقه كانت حاميه قوي قوي، بس الحمد لله عرفت اصورها. بتهزر؟ توريني الصور كده؟ نعم يا اختي. هو ده كل اللي حمك؟ يلا يا مولانا العريس وصل اهو. لا حول ولا قوة الا بالله، هو هيتجوز ازاي ده؟ ما هنرممه فضيلتك. بقول لك ايه؟ ها؟ هما ضربوك بس؟ على ما اذكر. متأكد؟ متهيألي اه. ليه؟ ما خدوش منك حاجة؟ عيب عليك، الورقة اهو، الموبايل هناك اهو. بنطلونك فين يا وسيم؟ وانا اقول سلهوب الهوا ده جاي منين؟ بتخلصونا بقى يا جماعة، عندي جوازتين تاني. ثانية واحدة يا مولانا. وسيم! وسيم! اتفضل. اتجوزت مين الليلة دي يعني؟ أنا يا روحي؟ لا اوعى تكون زعلانة عشان العلقة اللي خدتها في الخناقة اللي فاتت. شادك يا حبيبتي، طالما ده هيساعدك في الماجستير بتاعك أنا مستعد أدرب لك كل يوم. عشان كده أنا بحبك. يا بقالك كتير قوي ما قلتليش بحبك. تقريبا ما قلتليش بحبك خالص. وأنا كنت محوشة الكلام ده كله عشان ليلة دخلتنا. بتدور على مين تاني؟ شوف الصوت الحنين الناعم ده طالع منين؟ هو في يعني حد غيري معاك؟ معلش حبيبتي سوري، بس اصلي طول عمرك من ساعه ما عرفتك وانتي صوتك عالي ودايما كل ما بتشوفي خلقتي بتزعقي لي وكده. بس انا قلت لك ان الليله دي غير كل الليالي؟ اوه عندك حق. طب يلا بينا. Thank you.
معلش يا روحي. مريم انت قفلتي ليه؟ اصلي هغير هدومي يا حبيبي. ايوه حبيبتي بس انا جوزي. ما هو انا يا روحي لسه ما خدتش عليك عشان اغير هدومي قدامك. ماشي مش مشكله، استنى 5 دقايق. عقبالك يا حبيبتي. والله ما انا عارفه يا ماما امتى وازاي. لما سيبي عيسى يشتغل عند مها الغزيل. اصل انت ما شفتيهاش، دي عامله زي هند رستم في الفيلم بتاع صراع في النيل. والله العظيم لما كانت بتحاول تغري عمر الشريف. طب ومين قالك بقى ان هو هيبقى زي عمر الشريف ويدلق على دماغه؟ ليه ما يبقاش زي رشدي اباظه كده وما يعبرهاش؟ رشدي اباظه يا بنتي خليه يشتغل عندها ويحوش له قرشين يتجوزك بيهم، حتى لو كانت هي حاطه عينها عليه وعايزه تخطفه هتدوس تلاقيه يتجوزك بفلوسها. صدقي ما جاتش في بالي موضوع فلوسها ده. لكن جات في بالي انا. حرام عليكي بقى، عايزه افرح بيكي واتجوزك. قصدك عايزه تخلصي مني زي ما خلصتي من مريم. ومال؟ ما انا واخده فيكم وابد من ساعه ما خلفتكم. ماشي يا ماما، بس انا برضو يعني مش هين عليا اسيبه يشتغل عندها. طب هتعملي ايه بقى ان شاء الله في شاكر عرنوس اللي جالي النهارده وراسه 1000 سيف يقدم وصلات الامانه للنيابه؟ هو مش كان خلاص اتصالح مع عيسى وخد التعويض اللي هو عايزه؟ لا، هو اتصالح مع عيسى في القضيه اللي بينهم وبين بعض، لكن احنا لسه بيهددنا بوصلات الامانه اللي علينا. انت عارفه يعني ايه يقدم وصلات الامانه للنيابه؟ يعني السجن بحكم محكمه. وحشتني، وحشتني قوي يا حبيبي. بتاع مريم انا شفت كل حاجه. ما تخافش، محدش هيقدر ياخدك مني. افتحي بالذوق بدل ما افتح بالعافيه. متقلقش متقلقش، انا قافله الباب. سارة كنت فين؟ كنت بتمشى شوية. طبعا، ما انت مش جاي لك نوم علشان بتفكر فيها. هي مين دي؟ الشغلانة بتاعت الهانم. بص يا سارة، سيبك من الشغلانة دي خالص طالما هتزعلنا. بكت يعني ليلة الدخلة؟ ما هو يا حبيبي فاضل شهر على مناقشة رسالة الماجستير، وانا فاضل لي 4 شباتر، يعني كل اسبوع شطر. طب ما تعتبريني شطر من الشباتر ديت، محتاج بس مراجعة نهائية، اعتبريني الفهرس. وانا يا حبيبي لا لا لا، بصي بقى بصي بقى، انت المره دي هتغيري هدومك بجد وانا هنقيلك بنفسي قميص النوم اللي هتلبسيه في ليله الدخ. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي كتب؟ ليه؟ ايه؟ ايه؟ فوطه اهي. فوطه ويجي 100 كتاب؟ دي شنطه واحد في المعتقل. دي شنطه هدومك يا عروسه؟ ما انا مش هحتاج اكتر من كده. طب وانا؟ ما انت اللي مصبرتش عليا حد ما اخلص رساله الماجستير. استنى بقى لما اخلص. طيب نمشيها جواز الليله دي ونخلي صبر لبكره. طيب بص يا حبيبي، تعالى اقول لك على حاجه. ما هو انا مش عارف اعمل حاجتين في وقت واحد. وبعدين انت جاي تعبان ومن العلقه بتاعت الخناقه الزوجيه. ايوه، هتوديني فين يعني كده؟ يعني مش هينفع. افتحي يا مريم بدل ما افتح بالقوه. هتنام في الصاله بقى. معلش يا سيمو، اصل انا ما بعرفش اعمل حاجتين في وقت واحد. تصبح على خير. انا جيت لك اهو. فعلا خدت اجازه مفتوحه. هي معها لحقت قالت لك؟ خايف اكون زعلتك. لا ولا زعل ولا اي حاجه.
قالت لك ايه؟ قالتش حاجه. طب حصلها على البيت بسرعه. ما مش هتقول حاجه في البيت. ايه اللي حصل بينكم انا ما اعرفوش. هي يعني بقى لها فتره مش عايزين نلمسها. عايشين في بيت واحد وكاننا متطلقين. ليه؟ معرفش. بس انا وانا خارج من عندك في المكتب من كام يوم كده حسيت انها كانت بتصنط علينا. امتى؟ لما كنا بنتكلم عن عيسى وقلت لي طلعها من دماغك وسيبني براحتي. ماشي. اسلام انا قعدت اذاكر طول الليل فرحت الاقي نومه بقى. امال فين المحروس جوزك؟ جوزي يمكن هو ده. ايه ايه يا شو حماتي ازيك؟ صباح الخير. صباحيه مباركه يا عريس. مش قوي. انت كمان يا اخويا لسه ببدله الفرح. انا مش قلت لك لما حد يجي يخبط تعالي صحيني علشان الحق استخبى. استخبى ليه؟ هو احنا عملنا حاجه غلط؟ لا ازاي بقى وانت وش ذلك؟ انت عملت حاجه خالص؟ الصباحيه اهي يعني عملته صباحيه. الله نيله. تسلم ايديك يا حماتي. تردلك في الافراح. عجبك الفضايح دي؟ فضايح ايه؟ انا مش شايفه اي فضايح. اتفضلي قدامي على اوضه النوم. اوضه النوم ليه بقى ان شاء الله؟ علشان بس توريني البيجامات فين. بيجامات؟ أختك عايزاكي برا. ضدة أنا جيت أطمن عليك. أنا كويس. خلاص تبقي ترجعي الشغل. هو أنا مش قلتلك تجيبي سكرتيرة غيري؟ هتزهقي من قعدة البيت. لا خلاص انا شفت شغل تاني. تبقى في حاجة مزعلاكي مني صح؟ انا خارج كده مشوار وجاي بسرعة. سيبكوا بقى براحتكم. مش عايزة تقولي لي حاجة. هو علاء ما اشتكلكيش مني؟ قال لي ان انتي مش عايزاه يقرب لك. وما تكسفش يقول كده لواحده ست. انا اختك. اختي ليه يا داليا؟ ده انتي وعلاء قصه حب طويله. ده انا اتجوزت واحد قد ابونا في السن عشان انتي تتجوزي اللي بتحبيه. لا يا حبيبتي انتي عملتي كده عشانك مش عشاني. وبقول لك ايه بقى، دور الضحيه واصل انا ضحيت والشغل الصعبانيات. داليا حبيبتي انا مش قصدي عايرك، انا بس بفكرك بحبك لعلاء. الحب اللي خلاني اشغله عندي في الشركه عشان اضمن له دخل ثابت يصرف فيه على البيت ده. وقلت مرتبك على مرتبه مش هيبقى ناقصكوا حاجه. لا يا حبيبتي احنا في حاجات كتير قوي ناقصانا ما اشتريناهاش بفلوسك. وما تتعبيش نفسك، شغلك انا مش راجعه تاني. ومش هقول لك ليه انا مش عايزه علاء يقرب. Thank you.
أنا ما صدقتش نفسي لما عرفت إنك شغال يوم صباحيتك. الصباحية دي كانت الصبح يا متر، أنا هفضل جنب المدام يعني ليل ونهار. يا راجل ده أنت جامد قوي بقى، يا ريت كل العرسان تعمل زيك. يا ريت كل الحالات ما تبقاش زيك. ليه؟ قصدك يعني عشان ما بدفعلكش فلوس وبقول لك إن الفيزيتا مقابل الأتعاب بتاعتي؟ يا كمشوشي أنت بتعمل إيه تاخد عليه أتعاب؟ نعم. قصدي يعني أنا شايف إن مشكلتك صعبة، لأنه لغاية دلوقتي أنا مش قادر أحدد أنت تشتكي من إيه. شوف يعني من سنة 93 ما كسبتش قضية واحدة. حلو، إيه القضية اللي كسبتها سنة 93؟ لا ما كسبتش حاجة، دي كانت سنة التخرج. التخرج منظري بقى وحش قوي قدام عيلتي وقدام أهلي وجيراني. أكيد طبعا الناس اللي خسرت لهم قضاياهم. لا دول ما بحاولش أشوفهم تاني، ما مش ناقصة خانة. شوف يا متر كمشوشي، أنا شايف إن العلاج بتاعك إنك تحاول تستعيد الثقة بنفسك بإنك تكسب ولو قضية واحدة. عقدها لي بقى، عقدها لي. ليه يا كمشوشي؟ ما تشوف لي حل أسهل من كده. أشوف لك إيه تاني يا جماعة؟ هو يا حبيبي ده علاج. ما وسيم أنا ما صدقتش نفسي لما قالوا لي إنك شغال يوم صباحيتك. إيه يا جدعان أنتوا في إيه؟ الجملة دي بتقولوها كلكم ليه؟ ماله ده؟ أصل أنا قلت له نفس الجملة أول ما شفته وهو افتكرني بهزر. امال انت كان قصدك ايه؟ ان الله حليم ستار بقى. اتفضل يا استاذ كبشوشي، اتفضل هنكمل الجلسه المره الجايه. اتفضل. جلسه ايه واحنا لحقنا نقول حاجه الجلسه دي؟ يا كبشوشي يا عم اعمل بالفلوس اللي بتاخدها. لا بتاع 93 يلا يا عم كبشوشي. انا غلطان اساسا، انت فكرك ان انا لو في جيبي حق القعده على القهوه كنت جيت لك، ولا في جيبي حتى حق باقه نت كنت جيت لك هنا؟ انت فكرك ان انا جاي بتعالج؟ ده انا باجي عشان انام على الكنبه الجلدي دي. انا اهبل ان انا جيت لك اساسا. يلا يا كبشوشي يلا يا كبشوشي. وسيم اوعى تكون. لا عيب عليك يا راجل. والله شكلك عيسى. عيب يا ولد؟ لا طبعا عيب، ما تقولش كده، عيب عليك. طمني رفعت راسنا قدام العماره؟ قدام الدنيا كلها. بقول لك ايه؟ جواز حلو؟ احلى حاجه في الدنيا عيسى. يا ريتني كنت اتجوزت من زمان. بس بقى يا عم ما تقعدش تحنس في اهلي بموضوع الجواز ده. لا بجد عيسى انا ما حسيتش بطعم الدنيا كده لما اتجوزت. يا ابن اللذينة. ثانية واحدة، مين حضرتك؟ أنا مين؟ أنا بدور على عيسى الفقي. هو لحق تجيله زيارات؟ لا أنا سارة خطيبته. هو كمان خطب؟ هو من زمان، من زمان قوي على فكرة. أوكي، وأنت عرفتي عنوان الشركة منين؟ ما هو أنا مش هسيبه يشتغل في شركة قبل ما يديني عنوانها يعني. واضح إنك بتجري عليه قوي. بقول لحضرتك خطيبي من زمان، من أول ما اتولدنا تقريبا. طيب طالما أنت جاي تسألي عليه، جاي تدور عليه في مكتب صحفي الشركة ليه؟ ما اعرفش مكتبه هو فين. وبعدين كنت فهمت يعني ان صاحبه الشركه دي متبنيه شويه اليومين دول. هي فعلا متبنيه قوي. وحضرتك مين بالظبط؟ علاء الملط مدير الشركه. وتعرف عيسى فين دلوقتي؟ هو زي ما انت توقعتي بالظبط. ما صاحبه الشركه. ها في حاجة لسه مش فاهمها في الشغل؟ أديني براجع كل التفاصيل اللي اداني أستاذ علاء. بس دي التفاصيل اللي قالك عليها علاء. لسه شغلك معايا أنا هيكون أصعب شوية. أصعب من كده؟ ما تخافش مش هشغلك بيه دلوقتي. سارة معلش أصلي كنت فاكراك لوحدك. سارة خطيبتي من لما فاكراها، شفتها في الاسم لما جيت اخرجك من هناك. طب الحمد لله ان حضرتك ما نسيتنيش.
طيب يا عيسى، زي ما اتفقنا، ولما تخلص عدي عليا. حاضر. ممكن افهم الست دي كانت عندك بتعمل ايه؟ عندي؟ دي شركتها، خش اي حته هي عايزاها. ايوه، اشمعنى حتتك انت بالذات؟ وايه بقى اللي انتوا اتفقتوا عليه وبتفكرك بيه قبل ما تخرج؟ ساره، هو انت عامله عليا كبسه؟ لا، انا جايه ابارك لك على الشغلانه الجديده. فكرتيني بامي لما جت معايا المدرسه اول يوم. الله يرحمها، بس ما قدرتش تيجي معاك كل يوم. قصدك ايه؟ شوف لي شغلانه معاك هنا. هنا؟ ايوه. هو مش انت عايز تتجوزني بسرعه؟ خلاص، مرتبك على مرتبي، هنساعد بعض وهننجز. يبقى لسه اول يوم ليا هنا في الشغل، واقول لهم خدوا خطيبتي شغلوها معاكم. ايه، الهانم مش هتوافق؟ وطي صوتك. زي الفريق ما بتحب الشريك. لا، وعلى ايه؟ انا اروح لها دلوقتي اقدم استقالتي وانزل معاك. بقولك ايه يا عيسى، من غير تهديد، قدامك اسبوع واحد تفكر فيه، يا تشغلني معاك هنا بالذوق، يا اما والله العظيم هنط لك هنا كل يوم بالعافيه. يا رب تكوني اطمنتي على خطيبي. اطمنت؟ كويسة؟ هموتك بس يا فندم، حضرتك اللي عديتي مرة واحدة. أنت اللي سايق وأنت نايم، ولا تلاقيك بتتشات على الفيس؟ على الفيس؟ لا حضرتك، أنا مش همسك التليفون خالص وأنا سايق. تبقى ما بتعرفش تسوق يا خفيف، وتلاقيهم مطلعين لك الرخصة بالرشوة ولا بالواسطة، ولا حد عارف أنت جاي منين أصلاً؟ كده كتير أوي على فكرة. لا، ده كده قليل خالص على فكرة. واحدة غيري كانت جرتك على الاسم وعملت لك محضر، بس حظك بقى إن أنا مش فاضية لك. العالم العرر اللي على الصبح دي حاجة قرف. يا نسا، غريبة أوي. أخيرا ياسر الشواربي في شركتي. عندك حق يا ما، كان لازم أجي أبارك لك من زمان، من ساعة ما مسكت الشركة. بجد؟ طبعا بجد. ما أنت من ساعة ما مسكت الشركة مفيش ما بيننا غير كل منافسة شريفة. ومسامح في اللي فات؟ أنا مش بس مسامح في اللي فات، أنا كمان مركز في اللي جاي. شكلك جاي في مصلحة. مصلحة مشتركة بيني وبينك؟ شفت الدنيا؟ خير. المناقصة بتاع جامعة النور، أنت داخلها معايا؟ أنت اللي داخلها معايا. والمطلوب؟ المطلوب يا مها تشوفي تحبي تاخدي كام عشان تسيبيها وتخرجي. للدرجة دي ياسر انت خايف اخد منك المناقصة؟ لا يا مها، ما انت كده كده مش هتاخديها، انا بس عايزك تخرجي برا عشان معانا منافس غلس شوية. نعيم. طيب، انت عارفة كل حاجة اهو. انا بقى عايز اخرجك منها عشان استفرد بيه. انت مش قادر تنسى انه خطف منك تبكيل المانيا؟ ها، شفتي بقى؟ وبعدين واحدة بواحدة، محدش عارف، ممكن يكون ربنا بعتلي المناقصة دي عشان اعرف اخطفها منه. عارف المشكلة في ايه؟ انه ياخد منك المناقصة دي كمان وتبقى 2-0. لا يا ما، بس انا مش خايف من ده. ياسر، انت مش خايف غير من ده. بس انا هساعدك تاخدها منه. ازاي بقى؟ 2-1. بدل ما تطيرني منها ندخلها انا وانت سوا. طب يا جماعة، أنا مش عايز أوصيكم، إحنا أهم حاجة عندنا هنا هي النظافة.
هو ده عنواننا. طيب اتفضلوا انتوا دلوقتي. شكرا شكرا. مبروك يا مختار، المحل يجنن يجنن. مبروك علينا. لسه عايزني اشتغل معاك؟ طبعا، وانا اشتريت المطعم ده كله الا لما انت وعدتيني بكده. خايفه اكسر رقبتك. لا عمرك عملتيها ولا هتعمليها. يعني جايز ما لقيش وقت. مش مهم، المهم تلاقي نفسك. ثانيه واحده. بصي بقى يا ستي، انا محضر لك ايه؟ ايه ده؟ ده اليونيفورم بتاعك. ده كاني لسه متخرجه من الجامعه وبستلم شغل النهارده. حلو قوي يا مختار. اه نفسي احساسي بالظبط. مش انت اللي قلتي لي لازم نبتدي من اول وجديد؟ طب الولاد هنعمل فيهم ايه؟ ولا حاجه، نعزمهم على الغدا هنا، هيجوا هياكلوا وينبسطوا، وبعد ما ياكلوا اكيد هيسالوني يا بابا مين اللي عامل الاكل الحلو ده؟ اقول لهم تعالوا بقى معايا عشان اعرفكم الشيف الجميل اللي عمل الاكل ده كله. ساعتها مش هيقدروا يقولوا لك اقعدي في البيت ولا تبطلي تشتغلي. بس خلي بالك هم هيجوا كل يوم وياكلوا ببلاش. ما عنديش مانع طالما هخصم ده من مرتبك. من اولها كده؟ اتفضلي. يا فندم طبيعي اخو حضرتك يفضل تعبان طالما ما خدش الدواء اللي انا كتبته له. ايوه يعني انا ايه اللي مطلوب مني حضرتك دلوقتي؟ هل اجي اديله دواء في بقه؟ لا انا مش في العياده، انا في مؤتمر علمي برا مصر. طب ثانيه واحده لو سمحت علشان رئيس المؤتمر جه. ايوه ايوه عمر، خد تعالى خد تعالى. انت باين من حد؟ لا بدور على شقه الدكتوره مريم. دكتوره مريم؟ لا دي شقتنا. شقتك انت عن اذنك. لا تعالى بس خد تعالى. مالك؟ انا مراتها، انا جوزها. هي قالت لي حاجه زي كده، حتى بالاماره انا قلت لها ازاي تتجوزي من غير ما تخلصي الرساله بتاعتك. وانت مين حضرتك؟ زغربان. يا فندم انا ما سالتش عن نوع، اسم حضرتك ايه؟ اسمي زغربان ابراهيم زغربان، من عيله زغربان. مين؟ ايوه العيله بتاعتنا اسمها زغربان. مش عارف بصراحه اقول لك ايه. انا اسمي. انا الدكتور بتاعها في الجامعه، وهي اكيد حكيت لك عني وقالت لك حاجات. دكتور زغربان، ازاي حضرتك اول مره تيجي في ميعادك؟ انت اللي حظك حلو قوي، الولاد ما حضروش المحاضره الاخيره، فقلت اجي اراجع معاكي شابتر نمبر 6. دكتور زغربان يا وسيم، المشرف على الرساله بتاعتي. انا عرفت. وسيم يا دكتور جوزي. مالك بتقوليها بقرف كده ليه؟ انت عنف نفسك ده. مش انت اللي قلت لي اسيق الصلاه قبل ما تخلص الشابتر بتاعك؟ معلش يا جماعه انا متاسف جدا، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب جدا. اما تخلصوا المشكله العائليه اللي ما بينكم وتجيبوا عائلاتكم ابوها وابوها وتخلصوها انا هاجي عن اذنكم. لا طبعا يا دكتور، حضرتك تشرف وتانس في اي وقت. شاي يا وسيم بعد اذنك. لا 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 احسن برضو احسن. لا انا بحب الشاي بعد الغدا. انت جاي على بياد بقى. اخبار صينيه البطاطس ايه؟ لسه ما استويتش. خد راحتك، قدامك ساعه، لان شابتر 6 ده هياخد حوالي ساعه. ويا ريت كام قرن فلفل كده تحطهم عشان انا بحب البطاطس سبايسي، ولو في كبد وقوانص يبقى على السطح. السطح؟ سطح الصينيه مش سطح السطوح. طب حضرتك تحب الحلو ايه؟ ده على مزاجك انت وذوقك، حاجه بسمنه بلدي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا فندم. نورت والله. اتفضل. ده جاي مطعم. لسه مخلصين تمرين. ايوه. طب طمني على مامتها. ولا حاجه، خلصت جلسه الاشعاع وروحتها البيت. ان شاء الله تبقى كويسه. انا جاي استلم منك الورديه، هقابلك اخدها منك. لا احنا لسه قدامنا يوم طويل، لسه هنروح الفاني بارك. ايه؟ هتروحوا فين؟ دي مدينه العاب كده لسه فاتحه جديد، وانا وعدت يارا ان انا اوديها. يا سلمى بس هي معاكي طول النهار. وفيها ايه لما تفضل معايا لحد بالليل؟ طيب ومين هيروحها؟ ما تقلقش انا هوصلها. استنى انا كده هتعبك معايا. انت عارف انا بحب يارا قد ايه؟ وببسط قوي لما هي تبقى معايا. طب يا ريت ما تتاخروش بالليل. لا لا مش هنتاخر ما تقلقش. باي. ايه يا يارا؟ صحصحي كده، لسه قدامنا يوم طويل جدا. فقتي خلاص؟ انت
صباح الخير. يا ترى لسه فاكراني؟ انا كنت قدمت على شغل هنا بس ما حصلش نصيب. فاكره حاجه زي كده. الملف ده بعتمد مهل ياسر بيه. مهل مين؟ مهل غزالي. انت تعرفها منين؟ لا، ما انا اشتغلت معاها من اول الشهر تقريبا. محاسب برضو؟ ايوه. الملف ده فيه ايه؟ ورق مهم، مدام ما خافت تبعته على الايميل، وقالت لي ان ياسر بيها يبعت معايا ورق هي طلبته منه. طب اتفضل استريح وهرجع لك تاني. اتفضل. الملف ده بعتته مع الغزالي. مع الغزالي؟ طب يا شريف اقرا وقول لي رايك. غير ما اقراها، الست دي مقلقه جدا بالنسبه لي. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني سمعتها وحشه قوي في السوق، كان لازم ترجع لي قبل ما تروح لها. لما رحت لها عشان تطلع من المناقصه هي اللي عرضت عليا الشراكه. انا شايف لو دخلنا معاها شراكه في المناقصه دي هتتعبنا جدا. انت تعرف ايه عن الست دي مخوفك قوي كده؟ أعرف إنها اتجوزت واحد قد أبوها عشان تلعب فلوسه، وحتى بعد ما مات راحت هي ومحامي زورت ورق ولهفت نص التركة، وهي ملهاش غير التمن يا ناصر. شريف دي مسائل شخصية ملهاش أي علاقة بموضوعنا أصلاً. أنا شايف اللي تعمل كده مع جوزها وعيلته هتعمل معانا أوحش من كده لو شاركناه. أنت شايفة إيه؟ والله أنا شايفة هناخد مصلحتنا منها ونأمن نفسنا كويس جداً. إحنا هنمضي عقود والمحامي هيراجعها كلمة بكلمة. أنا من رأي رانيا. والله أنا عملت اللي عليا ونصحتكم، وقريب قوي هتعرفي إن كلامي كان صح. عن إذنكم. ياسر الشواربي ومها الغزالي؟ معلومات أكيدة يا قائد. صاحبك مش عارف يلعب معايا لوحده، بيتحمى في الستات ولا ايه؟ او يمكن هي اللي لعبت في دماغه. ما انت عارفها مش سهله، هيموت وياخد مني المناقصه دي. قال يعني هيهدى بعد ما خدت منه التوكيل. بس يا كبير كانت ضربه في الجون. بس انا رايي شايف برضو ان احنا لازم نعمل ديفنس، الاثنين مع بعض يليقوا بلد بحالها. خلاص نفكهم من بعض. مش عارف بس متهيألي كده الشواربي مش هيفرط فيها بسهوله. بس ما هتفرط بسهوله، انا عارفها كويس. يبيع ابوه عشان خاطر الفلوس. حلاوتك يا كبير. انت حلال قوي مع الغزالي. مدام رانيا بعتاني اسال سيادتك تشرب ايه. تصدق ان انا كنت عارف ان انا هشوفك النهارده؟ ايه ده، هو انت؟ طبعا ما لحقتش تنساني. لا طبعا. طب اوعى تكون بقى جاي هنا عشان تاخد وظيفتي. لا اطمن، انا طموح بس مش قوي زيك كده. ماشي، حس كده بقى، انا هجيب لك واحد جوافه انما ايه من عمال ايديا. مش معنى جوافه. لا بص بقى، جوافت انا يعني ما يتحكيش عليها، يعني زي الملاك. ما اقول لك ايه، بص دي ممكن تخش موسوعه جيمس. قصدك جينس؟ ايه جيمس جينس يا سيدي، ممكن يعملوا لها موسوعه تانية والله. ماشي يا عم. ها اجيب؟ هات يا عم الجوافه. خلاص هجيب لك شويه شاي خفاف. واضح قوي انها بتثق فيك انها تبعت شخص ياخد ورق مهم زي ده. يا رب اكون قد الثقه دي. على اذنك. انت ما شربتش حاجه؟ مره تانية ان شاء الله. طب ممكن اديك الكارت بتاعي عشان احتاج اي حاجه اي وقت تكلمني. حصل خير معلش. فداكي. حصل خير. حصل خير. على اذنك. اتفضل.
مش عارفه اروح فين. ما هو كان معايا ناقصك ربي بقى الدوخه دي. في ايه يا بنتي؟ انت لسه بتدوري على الموبايل؟ عندي امل يا ماما، عندي امل ان انا الاقيه ضايع مني في البيت هنا. يا حبيبتي تلاقيه واقع منك مطرح ما العربيه كانت هتخبطك. بس بقى يا ماما بعد الشر يا رب ما يكونش ده اللي حصل. ليه؟ عشان اللي لقاه هيسرقه. يا بنتي احرامي خير، مش جايز يرجعه لك. هو في حد بيرجع حاجه اليومين دول؟ ما هو لو كان عايز يرجعه كان رد عليا، انا من ساعتها عماله اطلبني الموبايل غير متاح. ليه شال الشريحه؟ ايوه ما هو هيشيلها ليه بقى الا اذا كان سرقه؟ ده لو بني ادم محترم كان حاول يوصل لي عن طريق اي رقم اللي موجودين على الموبايل. طب استني امسكي خدي كلميه من عندي. لو بقولك من ساعتها عماله اطلبه. امسكي بقى بلاش دلع. انا قلبي حاسس ان هو بقى ايه اتسرق وانا هدوخ عليه. في الله ولا فيلك. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. شفتي اهو برضو غير متاح. اتفضل يا فندم، ادي الضحيه بتاعت سيادتك. ايه يا ماهر، ما عرفتش تصلحه؟ والله يا فندم انا كان اسهل عليا ان انا اصلح نفسي، ده انا لفيت على العتبه كل عبقره المحمول في العتبه وما حولها، قالوا لي ان ده اتصنع قبل ما يتولدوا اصلا. قبل ما يتولدوا؟ مالها بترن عليه دلوقتي؟ هي مين سعادتك؟ انت مالك يا ماهر؟ انت مالك؟ انت بتدخل في خصوصياتي ليه؟ لا لا تمام سيادتك، اصل انا صعبان عليا ان انت يعني تمسك موبايل زي ده، الصراحه مش قيمتك. لا يعني يا ريت يا ماهر انا ما اصعبش عليك، ممكن؟ طبعا. خلاص ولا في حاجه تاني؟ لا لا خالص. ماشي ناديلي بقى نسها امل. حاضر اتفضل. هي امل يعني هي اللي هتصلحه ولا يكون موبايل مصدي ده هو اللي هيجلب له الحظ؟ طول حاجه؟ ده انا بقول يا رب يكون الموبايل لسه فيه الخط يعني. الخط؟ لا ما اتاخدش خط. تقلقش يا ماهر. فندم امل عايزك تبعتي حد يجيب لي تليفون كويس جدا في اسرع وقت، يا ريت. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. عايز اطلع الشريحه اللي هنا واحطها في موبايل جديد. اه يا حبيبي بس الخط اللي في التليفون ده لازم يتقص عشان يتحط في اي تليفون. اتصرفي يا امل، خديه معاكي وخلي اي حد يتصرف بس بسرعه، موبايل كويس والنبي. تليفون مين ده يا ياسر؟ ده وقته؟ يعني بجد ده سؤال في وقته؟ خلاص سوري. رغي رغي كله هيقعد يرغي. ايه بس براحة؟ أو مساء الخير مساء النور. هو فين النور ده؟ واحد واخد موبايلي وقفله من امبارح لحد دلوقتي. على فكرة أنا مش قافله من امبارح، هو اللي ما كانش عاوز يفتح. لا والله؟ وفتح ازاي دلوقتي؟ أنت موبايلك ده أصلاً هوبليس كيس. أنا ما طلبتش رأي حضرتك في تليفوني. وبعدين لما هو ما فتحش كلمتني منه ازاي؟ لا حضرتك أنا كلمتك من رقمك. لكن هو كان محطوط في موبايل جديد. اتفضلي. إيه ده؟ ده تليفونك الجديد. أنا عايزة تليفوني القديم. طيب ممكن تقعدي ونتكلم؟ واصلا تليفونك القديم دوت من ساعه ما وقع منك من الشنطه ما بقاش ينفع اتكسر 100 حته. ما هو انت السبب على فكره. طيب ما هو عشان انا السبب جبت لحضرتك تليفون تاني. انا مش هينفع امسك موبايل زي ده، هو انت عايز تلبسني تهمه؟ ايه بس البسك تهمه؟ ليه؟ وبعدين انا اعمل ايه دلوقتي عشان ارضيك؟ طب ممكن تقعدي ونشرب حاجه ونتكلم؟ لا حول ولا قوه الا ما تعملش حاجه خالص، بص حضرتك اديني الشريحه بتاعتي وانا هتصرف. انت اهدي طيب، اهدي في ايه؟ ممكن حضرتك تعتبري التليفون ده هديه. هديه؟ هديه بمناسبه وحضرتك تعرفني؟ بس هي دي الفكره، تعالي بقى نقعد ونتعرف. ممكن تقعدي عشان نشرب حاجه؟ انا مش عايزه اعرفك. اديني الشريحه بتاعتي خليني امشي. انت غريبه قوي على فكره، وبعدين مش هينفع خلاص، الشريحه اتقصت عشان تتحط في تليفونك الجديد. هعمل لها وصله واكبرها. لا ده انت فعلا غريبه، غريبه جدا بقى. انت اغرب على فكره. اديني الشريحه. طيب اهدي ما تزعقيش بالراحه. ايه ده؟ خلاص اهدي. ايه الهبل؟ مسيل ذوقك على فكره. اتفضلي. فرحك انت تضحكي. لا ده انت اهبل بقى. ربنا يسامحك على فكره.
التالتة مكان الأولى والكنة التانية مكان الرابعة. بيتهيألي كده الرسالة هتشعل النار. لا والله يا دكتور، للأسف لحد دلوقتي مفيش أي خناقة انتهت بموت العريس أو العروسة. طب رأي حضرتك إيه؟ أستنى كده لحد ما ألاقي علقة موت تشعل الدنيا، ولا أنهي الرسالة على كده؟ لا كده كتير بقى. طيب بقى أنا آسفة يا دكتور، هكلم حضرتك الصبح. بحفظ الله، بحفظ الله. مع السلامة. ايه يا اخي؟ ايه؟ كده كسفتني قدام دكتور زغربان؟ ده المفروض تتكسفي اصلا بتكلمي حد اسمه زغربان، المفروض تتكسفي مني انا ان من ساعة ما اتجوزنا وانت رضعاني في الصالة. ده انت مفترف ترى، انت نص اليوم في الصالة والنص التاني في المطبخ. ما تجيبيليش سيرة المطبخ، ما تقوليش اسمه قدامي. أنا اللي غلطانة، قلت لك من الأول ما ينفعش نتجوز دلوقتي، كان المفروض أستنى لحد ما أخلص رسالة الماجستير. بقول لك إيه؟ أنا لا هستنى تاني ماجستير ولا هستنى تاني في الصالة. تعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ أعمل هاخد هدومي وهسيب لك البيت ومش هتعرفيه طيب جوه. أنت قد الحركة دي؟ قدها. بعدين دي مش هدومك أصلاً. أنت هدومك مرمية برا في الدولاب في النيش. ماشي، أنا هجيب هدومي من النيش وهسيب لك البيت، وأنا نازل على السلم هقول للناس كلها إن أنا طفشان منك ومن عمايلك. مش ده برضو التليفون اللي خلتني اشتريه لك النهاردة؟ ايوه هو. طبعا مش عايزني اسألك انت كنت شاريه لمين؟ ها؟ اي حد عشان متفيه من اول يوم، محبش الاسئلة كتير. وده بقى من اول يوم في الشركة وانا سكرتيرتك، ولا من اول يوم هنا وانا مراتك؟ مش تفرق كتير. عندك حق، انا اصلا عمري ما حسيت ان انا مراتك بجد. أنا شايف في إيه؟ وأنت مش عارفة نكتب الورقة وكتبناها؟ ورقة من غير شهود وبنسخة واحدة بس ومعاك أنت لوحدك. هتفرق بقى معايا النسخة ولا معاكي؟ هتفرق. علشان يوم ما هتقطعها مفيش أي حاجة هتثبت حقي. حتة الورقة دي بقى هي اللي تثبت لك حقك. أمال إيه يعني اللي هيثبت حقي؟ إن أكون سعيد معاكي. لكن مش كل ما تشوفيني تفتحي لي تحقيق. ده الملف اللي طلبتيه من شركة الشواربي، أنا جبتهولك امبارح بس كنت مشيتي. كنت فاكراهم هيبعتوهم حد من عندهم. لا، ما هم يعرفوني. منين؟ يعني كنت هشتغل عندهم بس ما حصلش نصيب. طب الحمد لله. الحمد لله إن ما حصلش نصيب؟ لا ما أقصدش يا عيسى، بس لو كنت اشتغلت معاهم ما كنتش هتشتغل معايا. أستاذ أنا؟ عيسى رايح فين؟ رايح أستاذ علاء. أستاذ علاء مديني شغل أكبر من حياتي. عايز يثبت لي إني مقدرش أعتمد عليك. مستغرب ليه؟ عشان بقول الحقيقة؟ أنا حاسس إنه كارهني من ساعة ما جيت هنا. مش مهم هو يكرهك، المهم أنا حباك. طب حس كده خليه يخف عليا شوية. لا، أنا عايزاك كده تحت ضغط الشغل عشان تأكد لي ان كل اللي بعمله عشانك انت تستاهله. ربنا يستر. انا اسف. لا استنى يا عيسى. ده مفتاح عربيتي، افتح شنطة العربية هتلاقي فيها شنط لبس كتير. ابعت حد يجيبهم لك؟ لا، جيبهم لنفسك، انا نقيتهم لك كلهم على ذوقي، يا رب يعجبوك. هو أنا بلبس وحش؟ لا 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 خالص، بالعكس أنت بتلبس حلوة قوي. بس أنا بقى عايزاك أشيك راجل في الدنيا. أنا آسف، مش هقدر أقبله. داليا؟ عم منصور؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا مرات صاحب العيادة، أنت إيه اللي جابك هنا؟
ما هو جوز حضرتك صاحب العيادة من زمان بيتحال علي عشان اجي امسك له العيادة. بصراحة في الآخر صعب عليا واضطريت أوافق. صعب عليك؟ من إمتى بقى؟ من ساعة ما اتجوزك. ممكن تحافظ على كلامك شوية؟ خلاص خلينا في كلامك. انتي انتي جاية له ليه بعد ما طردتيه من شقته؟ هو اللي قالك كده؟ مش لازم يقول. واحد جايب شنطة هدومه هيبقى جايبيها ليه؟ عشان يبيعها؟ ما أكيد جاي مطرود. هو اللي مشي من نفسه. ما هو من عمايلك. لو كنت انت، لو سمحت ممكن تخليني اتكلم مع جوزي شوية؟ ماشي. أقطع لك عادة ولا مستعجل؟ نعم. ما هو مادام جاية العيادة يبقى زيك زي أي زبون. ما قلتليش يعني إني جاية النهاردة. أنا ما كنتش عارفة إن أنا جاية. تبقى أكيد جاية في حاجة مهمة. جاية أخد ورقي. يعني بدور على شغل بره. يا بنتي أنتي شفتيني جبت حد مكانك؟ لا، ما أنت هتضطري إن أنتي تجيبي حد مكاني. وأنا اللي فاكراكي عائلتي وجيتي لأختك اللي محتاسة من غيرك. ما بلاش كلامك ده بقى. أنتي أصلاً عمرك ما حسسيني إن أنتي محتاجالي في حاجة، دايماً محساني إن أنا اللي محتاجالك في كل حاجة. عشان كده أنتي عايزة تمشي؟ ممكن تسيبيني براحتي؟ موافقة. بس مش دلوقتي. أمال إمتى؟ لما أنتي تلاقي شغل أحسن من هنا وأنا ألاقي سكرتير أشطر منك. معها أكيد أنتي مش عايزة تزعليني أكتر من كده، صح؟ بصي، يمكن الكام يوم اللي جايين يثبتوا لك إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عيسى هيشيل نص الشغل وأنتي هتشيل النص التاني. اتفقنا؟ اتفقنا بقى. تعالي فوق. أهلاً يا دكتور. انتي قاعدة كده ليه؟ هو عم منصور ما قالكش إن هو دفعني كشف برا ولا إيه؟ والله يا جدع، برضه النظام نظام. طيب، حس كده بقى أبقى زبونة ومن حق إنك تكشف عليا. حقك. قولي لي، بتشتكي من إيه؟ جوزي يا دكتور لم هدومه وسابني ومشي. أكيد مزعلاه ومطهقاه في عيشته. وافرض يقوم يسيبني في شهر العسل؟ هو فين العسل ده؟ نعم، قصدي يعني أنت متأكدة إن في عسل؟ ما هو لو كان صبر كان هيبقى فيه. أنت متجوزاه عشان تعلميه الصبر؟ ما هو أنا عشان بحبه ما قدرتش أستنى لحد ما أخلص رسالة الماجستير بتاعتي، وهو لو بيحبني استنى عليا لحد ما اخدها. طب ما تاخدي الماجستير وتاخدي مع جوزك بالمره، اعتبريه اوفر، يعني كيس مسحوق غسيل عليه عرض. عمرك شفت واحده متجوزه اتنين مع بعض في وقت واحد؟ يعني معترفه انك متجوزه الماجستير. وفضل لي اسبوعين اتنين بس والله العظيم اخلصها وافضل جوزي بقيه العمر. انت متاكده؟ ايوه طبعا، ده جوزي حبيبي، هو انا ليا برضه غيره. وطبعا في الاسبوعين دول هيبقى قاعد حاط ايده على خده ومبيته في الصاله. لا طبعا، ما هو عشان هو بيحبني هيساعدني، يعني مثلا يعمل اتصالات بدالي، يصور لي الورق، يطبع الرساله، يكتبها كده، يعني يقف جنبي في الوقت الصعب ده. يعني يا دكتور كلك نظر. وبعد ما يقف جنبك؟ هفضل جنبه بقيه العمر والله العظيم لحد ما يزهق مني. بجد يا مريم؟ بجد يا وسيم. طب يلا بينا، يلا بينا عشان الحق اكتب لك الرساله. وجيب لي الفيزيتا اللي انا دفعتها بره دي. زقش. طيب الله، انت ازاي بنتي ما خدتيش منه الموبايل اللي جابهولك؟ هو صحيح يا ماما اغلى موبايل في السوق، وصحيح يعني ان انا كانت عيني هتطلع عليه، بس برضو يعني انا ما ينفعش اخد حاجه من راجل انا ما اعرفوش. يا بنتي عادي، مش هو اللي كان هيخبطك بالعربيه خلى شنطتك وقعت منك فالموبايل وقع اتكسر؟ صحيح. خلاص، اللي بوظ حاجه يصلحها. مش عارفه بقى يا ماما، انا ساعتها كرامتي نقحت عليا من غير اي ستين لازمه. باين عليه راجل غني.
بقول لك ايه، عربيته ما تجيبيش اخرها. عرفتي هو مين؟ لا بس هو تقريبا كده، تقريبا كان طالع عند زفت الطين دي المهببه اللي اسمها مها الغزالي، ما بيجيش من وراه غير المصايب. ايه راجل اعمال زيها كايس. بس برضو يا ماما انا ما كانش ينفع اخد حاجه من واحد ما اعرفوش، صح ولا غلط؟ طيب تفتكري هو؟ مش عارفه معقول. معقوله يكون جاب عنواني وجايب لي الموبايل؟ مين بجاحه دي؟ هيسا؟ ومالك بتقوليها من غير نفسي كده ليه؟ لا بس انت يعني ما قلتليش انك جاي. عملنا لك مفاجاه. ايه ده؟ ايه ده؟ موبايل جديد بدل اللي اتكسر. لا ما تقولش يا عيسى بجد؟ بس خلي بالك ده لو اتكسر انا مش هجيب لك حاجه تاني. الله ده حلو قوي. الله ربنا يا ابني ما يحرمكوش من بعض. بس ده باين عليه غالي قوي يا عيسى، ده معدي ال1000 جنيه. انت جبت فلوسه منين؟ من عرق جبيني والله. واحد صاحبي شغال في الموبايلات، اخدته منه بالقسط. تعبناك معانا يا ابني. مش كفايه عليك الاقساط اللي بتدفعها كل شهر؟ كله يهون يا خالتي. المهم ساره ما تقعدش من غير موبايل. لو طلبت حته من السما هجيبها لها. طب يلا ادخل يا ابني على بال ما اعمل لكم الشاي. تعالي ادخل. نورتيني يا رانيا. ميرسي قوي يا مها. واضح ان ياسر بيعتمد عليكي في كل حاجه. ما عندوش اخت تانيه غيري. مش بس كده، انا سامعه انك شاطره ومديه كل وقتك في الشغل. الحل من بعض. قولي لي، نعيم عارف ان احنا داخلين المناقصه مع بعض؟ اكيد، مفيش حاجه بتستخبى عليه. يبقى هيحاول ينزل السعر، احنا لازم نقدم عرض كويس. على فكره ياسر قال نفس الكلام بالظبط. حيل. ايوه عايزه، ممكن تجيب لي صوره من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه؟ ماشي، باي. أنا الجمعة والسبت هبقى في العين السخنة. إيه رأيك نتقابل الحد يكون المحامي خلص العقود؟ خلاص اتفقنا. اتفقنا. تعالى يا عيسى. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا سرانيا؟ ازيك يا عيسى؟ واضح إن أنتوا تعرفوا بعض. أه طبعًا. عيسى كان هيشتغل معانا. اه قال لي، بس على العموم برضه هو شغال معاكم، ما احنا مصلحه مشتركه. اكيد. بعد اذنكم. اتفضل. رانيا، دي صوره من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وتخيل لشكل العطا. انا مش عايزاكي تكوني قلقانه ولا ياسر كمان. اكيد. ميرسي قوي يا مها. استاذن. باي باي يا حبيبي. باي باي. 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 سراني. اتفضلي. ايه ده؟ دي مقلمة بدل اللي وقعت عندك في المكتب. انت لسه فاكر؟ اصلها كانت عجباني. ودورت كتير قبل ما لقيت حاجة شبهها. مش انت اللي كسرتها؟ خفت اكون انا السبب. لا خالص. طيب يا رب تعجبك. ميرسي قوي يا عيسى. عفوا. عن اسمك. اتفضلي. جوازنا اكيد هنا. ما هو لا يمكن هيسيبها في الشقه، يخاف لا تقع في ايدي. وبرده مش هيسيبها في الفيلا، ممكن مامته او اخته يشوفوها. ايه
مفيش، انا قلت بس يعني ما فاضلش حد الا احنا في الشركه، فكنت حابب اسالك يعني لو تتغدي معايا. لا ميرسي يا ماهر، انا هتغدى انا في البيت. ايوه بس انت واضح ان انت لسه قدامك شغل كتير. اصل مستر ياسر طلب مني ادور له على اوراق ضايعه منه. تمام، يبقى سندوتشين كده تصبيره مش هيخسره. طيب خلاص اوكي، بس روح هاتهم انت يا ماهر عشان ما يبعتلناش اي حاجه. يا لهوي، من العين دي قبل العين دي، بسيطه خالص. مساء الخير. مساء النور. في حكايتك بقى بالظبط؟ هتفضلي كتير كده مش فاضيه لي ولا ايه؟ معلش يا وليد، انا الفتره اللي فاتت يعني كان عندي شويه شغل. لا رانيا، في حاجه جواكي مغيراكي. ليه بتقول كده؟ عشان انت طلبتي ان احنا ناجل الجواز، وواضح انك ناسيه ان احنا لسه ما اتخطبناش رسمي لحد دلوقتي. بصراحه يا وليد أنا خايفة أظلمك معايا، وكمان أنا حاسة نفسي يعني مش جاهزة للجواز دلوقتي. ويا ترى بقى بتقولي الكلام ده ليه؟ في حاجة أنا ما أعرفهاش؟ حاجة زي إيه؟ يعني يكون في حد تاني في حياتك. إيه اللي أنت بتقوله ده يا وليد؟ حاسب على كلامك وأنت بتتكلم معايا. بقول لك إيه يا رانيا؟ أوعى تكوني فاكرة إن أنا جاي هنا أتحايل عليك عشان تتجوزيني. أنا أعرف أنساكي كويس قوي، ولو فينا حد هيخسر في الآخر مش هيبقى أنا. بعد إذنك.
ايه رايك في الاوتيل بتاعك؟ حلو قوي ما شاء الله. دي الحاجه الوحيده اللي ما ورثتهاش، جهزته بنفسي وشطبته على ذوقي. بحس ان ده اصعب امتحان عندي في الدنيا. ان شاء الله تنجحي فيه. هننجح سوا. بالنسبه لي انا هعتبره امتحان مفاجئ. ما تخافش، هقعد جنبك ورا الشاشه. بيتهيألي انت محتاجه تريحي شويه؟ لا، انت اللي تعبان من السواقه ومحتاج تريح. هسيبك تنام ساعه واحده وبعديها هاجي اخبط على اوضتك عشان نكمل شغل. خبطي عليا؟ ما انا في الاوضه اللي جنبك. طيب عن اذنك. اتفضل. ما ترد. ماشي، مش هسيبك على فكره. ماشي يا عيسى، حلو قوي ده. تمام قوي كده. ايه في ايه؟ صوت جايب لغايه اخر الدنيا. مش عارفه، عيسى قال لي مسافر مأموريه شغل في اسكندريه ومش بيرد عليا. هتلاقيه مشغول في المأموريه. ولا تفتكر يكون مع الست هانم صاحبه الشركه؟ بقول لك ايه؟ اهبطي شويه. يلا تعالي اتغدي معايا وهتلاقيه بيكلمك دلوقتي. اه طبعا، عشان يكون لحق خبيها في اي حته. انت مفيش فايده فيكي بقى، انا هروح اتغدى لوحدي. ايه ده؟ ماشي يا عيسى، ماشي يا عيسى. فكرك يعني انا مش هعرف انت كنت فين؟ ماشي. طب ايه رايك بقى لو رنيت عليا مش هرد عليك، بشوف مين اللي هيعبرك. عيسى. الو، مين معايا؟ ايه ده؟ لا انا كده عزعل على فكره. لسه ما سيفتيش رقم لحد دلوقتي؟ انا ياسر يا ستي. اسم بتاع الموبايل اللي ما بتشتغليه بدل اللي اتكسر. اه، وعايز ايه بقى يا عم ياسر بتاع الموبايل؟ مفيش، يعني حاسس ان احنا لسه ما خلصناش كلامنا. ايه رايك؟ انا عندي مكان لطيف جدا، ممكن نقعد ونكمل كلامنا براحتنا. لا انت باين عليك فايق بزياده. بص بقى يا عم ياسر بتاع الموبايل، انا عايزاك تنساني خالص زي ما انا كنت نسياك كده بالظبط. ولعلمك انا جبت موبايل جديد، يعني ممكن اعمل لك بلوك في اي لحظه. بلوك ليه بس؟ لسه بدري قوي على موضوع البلوك. وبعدين لما تقعدي معايا وتسمعي كلامي ممكن رايك يتغير، صح؟ لا معلش، اصل انا موفره وداني. يا ريت انت كمان بقى توفر لسانك وتفكك مني خالص. الو الو الو. ماشي يا عيسى. جيت السخنة قبل كده؟ ثلاث مرات تقريبا. انا كنت باجي كتير مع رحلات الكلية. طب وانت ايه اللي خلاكي تسيب الكلية قبل ما تتجوزي؟ مفيش يا عيسى، بابايا ما كانش لاقي شغل وماما كانت محتاجة تتعالج بره واختي كانت محتاجة تكمل كليتها. فجأة لقيت نفسي عشان انا الكبيرة لازم انا اللي ادفع الثمن واتجوز راجل اكبر مني ب 30 سنه وادي الثمن لعيلتي كلها. ايوه بس الثمن ده انت اخدتيه، بقيتي سيده اعمال وصاحبه اوتيل. انا ما اتجوزتش حسين عشان فلوسه، انا اتجوزت حسين علشان اعيش معاه دنيته، لان دنيتي ما كانتش عاجباني. ايوه بس كده الصفقه ما تبقاش خسرانه. انا كنت بقول زيك كده، بس حسين كان بيحبني قوي وانا اديته كل حاجه، بس اكتشفت بعد ما مات ان انا عندي حاجات كتير قوي لسه ما اديتهاش لحد. عارف يا عيسى، اي ست بتفرح لما بتلاقي راجل بيحبها، بس ما بتلاقيش نفسها بجد غير مع اللي هي بتحبه.
فاضي شوية؟ هاتي موبايلك ثواني. خير في حاجة؟ بس هو في حد مش عايز يرد على موبايلك؟ إن شاء الله ما رد. دي مين بقى اللي تقلانة عليك ومش معبرك؟ لا هو مش وقتك خالص على فكرة. تعرف حالك هيتصلح امتى بجد؟ لما تحب بجد. مش لما اعرفها الاول عشان اعرف احبها ولا لا. دي البنت بتاعت الموبايل مش كده؟ خلينا في الشغل احسن. الفايل اللي معاكي ده. ده يا سيدي العرض اللي مقدمه لنا مها غزالي الخاص بالمناصب. قرتيه؟ بصراحة هي ست شاطرة جدا. وافتكر ان عرض زي ده ما نرفضوش. يعني هيكسبنا؟ ونقول بقى باي باي لنعيم. بس نعرضه على الشريف الاول؟ لا، الشريف اليومين دول مشغول بعمل مراته. مش هوافق على المنصة ديت طالما موجود فيها مها. فمش هيوافق على أي حاجة هي هتقدمها. إيه ده؟ هو أنت كده مضيت خلاص؟ أيوه. المنصة ديت هي الحصان الوحيد اللي أقدر أراهن عليه اليومين دولت. اتفضلي. خلصت كل شغلي وانا شايفه اي زباين بيجوا. اهي فرصه حلوه عشان ناخد راحتنا في الكلام مع بعض. هنتكلم في ايه بس؟ في اني مش قادر اقربولي بقالي سنين. انا بحبك. هو بقى ده اللي انا كنت خايفه منه. قصدي تقولي هو ده اللي انت كنت حاسه بيه. معقوله واحنا في السن ده المختار؟ وماله السن ده؟ يا سلام، ده هو ده السن اللي احنا فعلا محتاجين بعض فيه. انت اخترعت موضوع المحل ده عشان نفضل مع بعض طول النهار مش كده؟ ايوه، وكمان عاوز اجوزك عشان تفضلي معايا بقيه عمري. انت بس قولي لي انك موافقه وانا اروح اطلب البيت فورا من ياسر. تكسفي مني؟ معقوله بعد العمر ده؟ اهلا اهلا اهلا. ما قلتليش يعني انك جاي. الف مبروك على المطعم الجديد. بس ما قلتليش يعني ان طنط نوال بتشتغل معاك فيه. وانا كنت هلاقي شيف احلى منها ولا اشطر منها عشان تشتغل معانا؟ طبعا، امال ايه؟ واضح كده انها كمان بتطبخ لك لوحدك. طيب عن اذنكم عشان عندي شغل. انت ليه شغلتها معاك؟ بتكافئها عشان بنتها سابتني؟ عارف لما تكون طول عمرك بتدور على حاجه ومش عارف هي ايه؟ مش عارف هتلاقيها امتى وفين، فجأة كده تلاقيها قدامك. أهو ده إحساسي من أول يوم شفتك فيه، لما كنت بتوصلني لما البلطجية اللي بعتهم ابن جوزي طلعوا علينا. تصدق بإيه يا عيسى؟ أنت حتى لو ما أنقذتش حياتي أنا برضو كنت هحبك. تعرفي إنك جريئة أوي. لما أنا ما كنتش هقدر أستنى. أنا فعلا بحبك. قالوا انا اللي كنت فاكر ان انت جايباني هنا عشان نتكلم في شغل. اسمع يا عيسى، انا ست عمليه. انا هعرض عليك اهم واكبر صفقه في حياتك. نتجوز. وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره. ايوه بس أنا... بس ايه يا عيسى؟ بقول لك بعرض عليك اهم صفقه في حياتك. ترد كده بسرعه؟ بس انت عارفة ان في حد تاني في حياتي. عارفة، عارفة انك بتحبها. بس ده قبل ما تشوفني. اسمع يا عيسى، انت عاجبني وانا كمان عاجبك. وبطلت التفكير فيا من اول يوم شفتني فيه. ولو انا مش متأكدة من ده ما كنتش عرضت عليك الجواز دلوقتي. وخطيبتك دي مش هتحبك قدي ولا هتعرف تديك اللي انا هديهولك. ولو هي حقيقي بتحبك وخايفة على مستقبلك هتسيبك ليه؟ Thank you.
هي دي كل الصور اللي انت صورتها له؟ طيب تمام، لو في اي صور تانية جديدة تبعتها لي على طول. بقول لك ايه، لو شافوك او حسوا انك مراقبهم اهرب فورا قبل ما يعرفوا مين بعتك. فهمت؟ السلام. أنا هعرض عليك أهم وأكبر صفقة في حياتك، نتجوز وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره، وخطيبتك دي مش هتحبك قدي ولا هتعرف تديك اللي أنا هديهولك، ولو هي حقيقي بتحبك وخايفة على مستقبلك هتسيبك ليه؟ أنا في الأوضة اللي جنبك وبابي هيبقى مفتوح لك على طول، لو احتجت اي حاجه انا جنبك. الو يزهر، كان عندك حق، مفيش حد هيحبني اكتر منك. بمناسبة ايه الكلام ده يا عيسى؟ بمناسبة ان انا بقالي يوم بحاله ما شفتكيش. انت فين؟ ما انا قلتلك ان انا في مأمورية في اسكندرية. لوحدك؟ لوحدي. ترجع امتى؟ بكرة اكون عندك ان شاء الله. طب خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. صباح الخير. وعلى النور. ما شفتكش على الفطار. مش جعان. أنا كمان لما ما لقيتكش ما رضيتش آكل. أخليهم يطلبوا لنا الفطار هنا؟ لا، ما أنا أصلي هنزل مصر دلوقتي. بس ده ما كانش اتفقنا. مش هقدر أسيب أبويا لوحده أكتر من كده. قولي أنا كربان مني عايزة. تعرفي إنك فرصة حلوة أوي. وأي حد يتمناها. إلا أنا. مش عارف إذا كنت هتعرفي تفهميني ولا لأ. سارة فعلا ممكن تسيبني ليكي لو عرفت إن ده في مصلحتي. بس أنا مش هقدر أسيبها. من ساعة ما اتولدت وأنا ما جربتش أعيش من غيرها. وطول الوقت حاسس إن أنا عايش ليها. لو سبتها هبقى بظلمك أكتر ما هظلمها. لأن مش هيبقى عندي حاجة تديها لي. الدرجة دي أنت خايف منها؟ خايف عليها. وخايف على نفسي من غيرها. مش خايف على نفسك من غيري؟ دي استقالتي. أنا كتبتها امبارح قبل ما أنام. ليه؟ ما أنت أصلك بالنسبة لي باكج على بعضه. مش هينفع آخد منه حتة وأسيب الباقي.